عن هذا المسألة. يقول السائل: هل تبني مسألة المسألة؟ هل هو قيد بقوله صلى الله عليه وسلم يتعول حرج؟ بحيث إذا كان قدر وهو يشعر لا يكون الأمر كذلك. هذا هو السؤال؟ الجواب: ما هو المقصود من كلمة المشعر؟ لأن ظاهره ليس مرادا. يعني إنسان يطوف طواف الإفاضة مثلا قبل أن يحلق ما شعر بذلك، هذا من ضمن ما يشمك في المرحلة، هذا من ضمن ما يطلب منكم. أفهمه أنه لم يشعر أن فيه مخالفة للشريعة، مخالفة تبطل عمله، فأجاز عليه السلام لأنه لا حرج. بمعنى أعد الجواب مجمع الحجاب، بل أشعر بأن في هذا التقديم والتأخير، تأخير وحقه التقديم وتقديم وحقه التأخير، لم أعلم بأن هذا فيه مخالفة للشريعة. فعلهم أعتقدا أنه لا يصلح، أنه هو يعلم أنه في غير تقديم. يعني هذا في غير التقليد، ولكن لا نقول يعلم انه في غير التقليد، ما يعلم انه اخل بالتقليد. هذا فكرت بالغريب، اذا ما يعلم الترتيب يعني. لا ما يعلم الترتيب، ما يعلم، ما كان يعلم ان مثلا ان الرمي متقدم على الاخر، ما كان يعلم ذلك. لا ينبغي ترتيبه، لم اشعر على غيره، ما في اشكال. ما كنت اعلم، لم اشعر اي منزل هذا الموصول يعني. هو الشعور والإحساس المادي أيوه. تمام الجواب أن حديث لا حرج ليس له طريق واحد. لو كان الحديث هو هذا فقط كان له مفهوم. أما من علم فلا يجوز أن يقدم أو يؤخر. لكن جاء الحديث من طرق نعم للصلاة رأس القار رميته قبل أن مثلا حلقته قبل أن أحلق قبل أن أحلق إلى غير ذلك، فقال لا حرج لا حرج. ويؤكد هذا التعليم وأنه ليس خاصا بالعلم هو قول بعض الصحابة لعله عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حتى ظننا انه لو سئل في ذلك اليوم عن اي شيء لكان زاده مع وزن الرماد. اذا الاحاديث الوارده في الموضوع تشعر نحن بدورنا ان الامر ليس مربوطا بعدم العلم، بل العلم في ذلك هو التيسير على الاخر. ما راس الامر؟